تحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين، نحييكم من شركة زيونا جروب للأغذية الرياضية الأمريكية والإنجليزية والأوروبية. اليوم منتجات شركة أبلايد، شركة إنجليزية بريطانية ومكتوب عليها حلال، وعدها كل المنتجات. تركي بمنتج الضخامة العضلية الماس، هذا بيطعم ايش قد وزنه؟ 6 كيلوات ماس بطعم الشوكليت، 100 سكوب، يعني على 3 سكوبات باليوم يكفيك شهر كامل، تطلع بيه جول 30 يوم فول ضخامة. عيون ايش قد سعرها؟ 110 ألف دينار. شنو هاي العلبة الماس؟ هاي نفس المنتج، بس احنا اليوم اكو واحد ما عنده 110 طالب مدرسة يشتغل عمالة عنده توك توك اموره مو زينة يشتري هاي العلبة. هاي العلبة ايش قد وزنها؟ 3 كيلوات 65 ألف. نفس المنتج، منه علبة ومنه تشيز، سعرها 65 ألف دينار، وتشيز 110. هذا الماس الضخامة العضلية. هسه نجي واحد يدور عضل صافي، الوي غني عن التعريف. نوعيات وي ب3 انواع وي، ونفس الشركة باوع العلم البريطاني شركة ابلاي. ايش قد سعر الوي؟ 90 ألف. ب90 ألف دينار. نجي نخاطب فئة اللي هم لاعبين الفيزيك والعد اعداد للسباق، هذا نفس الهايدروي البروتين ايزو، امتصاص سريع ايزو اكس بي. ايش قد سعر الايزو؟ 110. 110 عضل صافي، ما بي دهون ما بي سكريات. ايش قد السعر؟ 110. 110 ايش قد وزن العلبة؟ كيلوين 72 حصة. باوع 72 سكوب سيرفنج. هسه نجي لاعب عنده ترهل عام، صدره مهطل، اسفل المعده نازله، جوانبه، اسفل الصدر، حتى دواخر الزينه بيهن دهون، هم نعطي نفس هذا الايزو وضفنا له 3 انواع حارق دهون بالعلبه، ضافتها نفسها بريطانيا، سي ال اي والاير كارنتين والشاي الاخضر. هذا اسمه دايت واي بروتين، هو بالاصل ايزو وضايفين له السي ال اي والاير كارنتين والشاي الاخضر، حتى بي سي اي بي وكاربي. ايش قد سعر الدايت واي؟ 110 كيلو و 800 غرام. هسه نجي على حوارق الدهون، الشريدكس. ايش قد سعره؟ هذا يشتغل شغلتين بآن واحد، هو باور، هو حارق دهون، يستخدمونه 3 جنسين للرجال وللنساء. ايش قد السعر؟ 65 ألف دينار. البمب من شركة أبلايد، ايش قد سعره باور؟ 55 فيها 3 غرام كرياتين. هذا هو باور، هو به كرياتين من شركة أبلايد انجليزي، 50 حصة. 50 سيرفينج، هذا 50. ايش قد الانرجي مالته الكافيين؟ كافيين مالتها 250. نعم 250 اضافي لك وياه كرياتين، هو باور، لان مو كل اللاعبين يفضل يعني باور ب 400 اللي راح يصير عنده عرق ووجع براسه وما راح يقدر ينام من الصبح. الاي بي اي ضفنا لكم به اطعام الشغله الجديده، توها نزلت 23. يا طعم هذا بيبسي. يعني انت محروم من البيبسي، راح نخليك تشرب باور وبيبسي، وهذا يا طعم الله علش ميوة. تريد بيبسي كولا، تريد علش ميوة مع اي بي اي الباور. ايش قد السعر؟ 55. بلاش انا منكم ابيع 75، لان طعم البيبسي من محصل البيبسي؟ هم باور هم بيبسي. الامينو بناء العضلات، مانع الهدم واستشفاء عضلي، ينأخذ مع التمرين شربه جرعات، سكوب بالعضله الاولى وسكوب بالعضله الثانيه، وطعمه كلش طيب. ايش قد سعره؟ 55 ألف دينار. يعتبر هذا ريكفري كامل، هو بي سي اي، هو جلوتامين بآن واحد، امينو فيول، شركه زيونا جروب، شركه ابلاي. نجي على الكارب، اكو لاعب ما عنده وقت يحمل بوتيتا سليد، تم المبذول، يعني خبز شعير، عذره، ما عنده وقت يعني يحضر وجباته، يقدر يضيف كارب ويا سكوبات البروتين، اذا هو ماس ضخامه عضليه، واذا ايزو، واذا وي، واذا دايت وي. ما بي دهون وما بي شكر، باوع صفر الشكر او صفر الدهون الفات. الكارب ايش قد سعر عيوني؟ يعني ب 60 ألف دينار ماركه. انت مالك شغله تشوف لك علبه هالكبر هاي ويبيعوا لك ب 60،
هذا انجليزي صنعه الرانج يسوي لك بوتيتا سلك مزيان لو شوفان مزيان 48 حصه باوع 48 حصه يعني مشي شهر فوق الشهر احلى رماش مع منتجات شركه ابلايد زيون جروب نساتل الله هاي نحن من علي سرقاني يعني ياخذ كاس اربعه باليوم لان مصرف غالي ايه عيونه هاي شيء قران عليها شنو هاي نساتل تجي باربي 15 غرام بروتين هم ابلايد وهاي تجي 21 غرام بروتين ابلايد صفر شكر باوع الشكر لو يعني زيرو يعني حتى للدايت وقت السباق يقدر ياكل المساله راح للسفر راح للقاعه عنده اعداد بالبطوله يشربها قبل ما يصعد السباق ياكل المساله عيون ايش قد سعر هذا الباكيت؟ ها؟ اثنين هن على 45 دهون ماكو وشكر ماكو البروتين 21 غرام وايش قد بروتينه؟ 15 غرام 15 غرام احلى منتجات شركه ابلايد لدى شركه زيون جروب الوكاله الحصريه الانجليزيه اقدر